رستون 4/2/2014. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام حجي، ممكن تحكي لنا شوية على أوضاع مدينة الرستون؟ الأوضاع يا عمي يا أخي، وصلنا أكثر من 9 أشهر ما فوت لنا معونة، ومن جوع ومن موت من الجوع. والله يا عمي يا أخي دمرونا، دمروا دورنا، ما نام نشبع الأكل. الله لا يوفق الرئيس بجاه محمد، امين. ما خلى دار الا ما دمرها، ومن موت من البرد. طيب حجي، الدنيا بارده، عشو عم تتدفى؟ عم نتدفى والله يا عمنا، عم نلقط شويه قش وشويه شويه ورق شويه عودان من هالاراضي. وين الله يا حجي؟ طيب عم يصير قصف على الرستن شيء؟ قصف والله يا حجي كل نهار يا عمي، كل نهار كل نهار 20-30 صاروخ بالمدفعيه والصواريخ والدبابات والرشاشات 500. طيب حجي، شو بتوجه رسالة لبشار الأسود؟ بشر الله يدمره بجاه محمد، حرقنا حرق، ما خلى محل إلا ما دمره. طيب شو بتوجه رسالة لأخوان العرب القاعدين لما تفرجوا علينا ما بيطلع بيدهم شيء الرئيس بشار؟ أخواننا العرب يا عمي تفرجوا علينا، لو بدهم يساعدونا كان ساعدونا. الله لا يوفقونا بجاه محمد، اللي ما بيحب يساعدنا. يعطيك العافية حجي، الله يعافيك. مدينة الرستون